الخبر اولي عدنا، انا محمد جواني ورد على بيسان ونس الشاي. فبعد كل الستوريات اللي نزلوها يستهزئون بمحمد جواني، محمد جواني نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات يرد بها عليهم، فنزل هذا الستوري اللي كان كاتب عليه: اليوم انتبهت انه في كم ولد عم يستفزوني، تمام هذا رد خفيف وفي كلام مكتوب تحت الفيديو: هديه لك وللحذاء الاطفال اللي جنبك. بعد نزل على سبب التيك توك هذا المقطع، اعطيكم اياه شوفوه. لحظه بدي احكي لك، حاليا ماني فاضي لك. بس عندي ثلاث كلمات، الله يلعن موديلك. واللي كان كاتب عليه: مشكلة حاليا مسافر ومالي فاضي لك، لو موجود انت ما بتسترجي تدخل المنطقة كلها، واذا نسيت الكم كلف اللي اكلتها في مطعم جواني برجع وبذكرك انضب يا ولد. بصراحة الرد كلش قوي على انس الشايف، هذا الشايف حاليا قاعد يسوي نفس الرجال، لان يدري انه حاليا محمد جواني بالمانيا ما يقدر يرجع لتركيا. بنفس الوقت يا حبايب قاعد يذكر بالكفوف اللي كان يضرب هي لما كان بمطعم مالته بتركيا، لما جواني كان يضرب انس الشايب. الصراحه الرد كلش ناري، فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم برد محمد جواني. ننتقل حاليا لقمر مارو، والتقى ويا اكثر شخص حاليا نور ماري يكرهها اللي هو سبب طلوع يارا وقمر من الفريق، وهذا حسب ما اكدت يارا بالمحادثه بيني وبينها اللي هو عبد الله من قناه لايف ستيج. فبحرا انتشر هاي الصوره اللي كان عبد الله ويا قمر مار، وطبعا هذا اكد كلام يارا اللي كانت تقول انه عبد الله هو اللي ساعد قمر بخروجها من الفريق ورجوع حسابها. طبعا اللي ما شاف هذا المقطع يروح يشوفه على مديفتين الخصوصه بالكامل عشان قاعد احكي بالضبط. فمن الواضح انه راح يسوون مقابله ويا بعض، يمكن يكشفون هواي من الحقائق. ما ادري صراحه، اكتبوا لي احباب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. ننتقل حاليا لعصافير الحب يارا ونور مار، برغم المشاكل اللي قاعد تصير بيناتهم الا هم بعدهم يفكرون بعض. فنور مار باخر مقطع نزله، شوفوا شنو قال بهذه اللقطه، قال اسم يارا على نيرمين او على الطفله. اسمع يارا، مدخل جوا ما تيجي تضحي قدام العالم. اسمع يارا، مدخل جوا ما تيجي تضحي قدام العالم. نفس الشيء بالنسبه ليارا، فقالت اسم نور مار باخر مقطع نزلت. فاكتبوا لي احباب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر اللي قاعد يصير. ننتقل حاليا لغيث مروان وزواجه. فغيث مروان نزل على سبب الانستغرام شويه ستوريات بهذه الستوريات، يقول بها انه بهذه الفتره قاعد يسوي شيء نوعا ما خصوص ما يقدر يقوله، ولكن راح يقوله بالايام الجايه، وهذا الشيء ممكن يخلي المتابعين نوعا ما يعصمونه ويضوجون. في الاغلب اتوقع صراحه ان الموضوع يكون زواج، بصراحه انا ما اتوقع الموضوع راح يكون زواج. قادر الصراحه كنا احط لكم الستوريات وسووا تحرياتكم بالكومنتات. هلا والله جايز، كيف شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ليش كنت مختفي؟ اصبر، طيب حشرح لك. طيب طول، لا تبزق يا اخي. انا حاليا ما بصور هالفتره، لان كل شيء انا عم بعمله يعني عم بحاول خليه خصوصي لفتره معينه، لان ما في شيء خصوصي عليكم. يخرب بيتكم، تجيبوا النمله بتعرفوا مع مين طلعت. المهم شو كان الموضوع؟ نسيت الموضوع. لا اشرح لكم اكثر هلا. طيب اصبر، والله حشرح، والله لك حاش بزق يا زلمه، والله حشرح. في اشياء قاعده عم تصير بحياتي عم تتغير ان شاء الله للاحسن، اوكي؟ بس هي اشياء جذريه، يعني انتم في اشياء حتعجبكم وفي اشياء ما، اول شيء ما حيعجبكم بعدين حيعجبكم، لان هي هيك لازم تيجي، اوكي؟ يمكن ما تفهموا علي هلا، مشان هيك انا ما اقدر احكي وما بصور، لان كل مكان انا بروح عليه له خاص بهالموضوع. بس اللي بدي اياكم تعرفوا انه كمان موضوع السفر انا ما كنسلته، انا كنت اخذ موعد وبكره موعدي، اوكي؟ صدقوني لقدام حيكون في اشياء كثير حتعجبكم، بس استنوا علي بس شوي، بس عاد تزبط امور، لان فايت ب 6000 حيط، 6000 حيط، في اشياء انا اصلا مش حاببها عم تصير معي غصب. استنوا علي. اي لوف يو، بس حصوركم ستوريز هلا طبيعي، اوكي؟ قبل ما ينهي المقطع يا حبايب، المقطع اللي نزل على قناتي الثانيه ما جاب هواي تفاعل، فاتمنى اي واحد يحبني ينزل على المقطع حاليا نحط له زر لايك واشترك بالقناه هناك وتفجروا الكومنتات. وبس، شاكو فايت زي ما قالت هيك القصص، مع السلامه.